اهلا بكم في برنامج البرنامج. اولا انا احب ان احنا نبتدي ان احنا نحب ان نهني اهلنا في محافظه الاقصر بالمحافظ الجديد بتاعهم. اختيار موفق الحقيقه، يعني دونا عن الناس كلها هو كان الوحيد في مصر اللي يمسك المنصب ده. انا شايف انها خطوه ممتازه الحقيقه، يعني لان احنا بنطلب من الرئيس ان هو دايما يستعين باصحاب الخبره، فهيلاقي فين احسن من كده خبره في التعامل مع السياح. ان شاء الله حاجه زي كده هتخلي السياح يموتوا في حب مصر، ينفجروا من الفرحه لما يجوا هنا، وان شاء الله ده هيساهم في النهايه في القضاء تماما على ازمه السياحه. فان شاء الله جود لك للأقصر. بس قرارات زي كده بصراحه هتخلي شعبيه الرئيس ازدياد وتقدم. بمناسبه شعبيه الرئيس، بمناسبه شعبيه الرئيس الحقيقه انا متوغوش على شعبيه الرئيس وحب الناس له، والاقي زاد لما شفت اللي حصل الجمعه اللي فاتت. ليه تكسروا بخاطر الراجل؟ الواحد بصراحه كان متضايق علشان الرئيس. هو كان مبسوط ومتفائل كعادته، دي حاجه، دي مشكلته هو. ايه الحال؟ ميرسي انا باجي هنا كل جمعه. ايه ميرسي ميرسي انا جاي انا. لكن فعلا اصعب حاجه ان الواحد يحس انه مش محبوب، مرفوض، كانه عايز يعيش في كوكب تاني. بمناسبه الكوكب التاني، الرئيس فعلا قدر يلاقي كوكب تاني. اهلا بكم في كوكب الرئيس التاني. سامع هوس قم يا سعيد. سامع هوس كله يطلع دي فوق. شادي صوت الصوت اديك الفوق. حسيت بشعبيتي؟ أشعرت؟ أوكي يا جماعة، ميرسي، شكرا، ميرسي، شكرا، شكرا. احساس الشعبيه المزيفه دي جميل جدا فعلا. ساعات الواحد بيحتاج ان هو يحس ان هو عنده ثقه وشعبيه الدك فيس بتاع رامي لكح خلاص ما عادش جايب همه. المهم الرئيس مرسي جات له جرعه شعبيه زياده في الاسبوعين اللي فاتوا. عمل مؤتمر في قاعه المؤتمرات عشان الميه، ومؤتمر في الاستاد عشان سوريا. نبتدي بمؤتمر الميه في اثيوبيا. واضح ان الحوار الوطني اللي كشفته ابله باكي ما جابش همه. واضح ان كان لازم يبقى في تحرك تاني، لان الكيوتنس بتاع